القتال بين القوات العراقية المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش حرم آلاف الأطفال من فرص التعليم والرعاية الصحية حسب ممثل اليونيسف في العراق بيتر هوكن. هوكن أشار إلى أن المؤسسات الحكومية داخل العراق أصبحت عاجزة عن توفير الدعم والحماية للأطفال، معتمدة بشكل كبير على مساعدة الوكالات الأممية. عجز الحكومة يأتي بسبب ميزانياتها التي أنهكتها الحرب ضد الإرهاب وتغطيتها المصاريف على النازحين من أبنائها، لتصبح بحاجة إلى دعم مالي دولي يساعدها في بناء مؤسساتها واقتصادها ورعاية الطفولة التي خصصت لها اليونيسف حصة من ميزانيتها السنوية. المنظمة سعت إلى دعم وزارة التعليم خاصة في الرمادي التي أصبحت مدارسها معطلة بنسبة 1 من 5 مدارس، وكذلك في 135 مدرسة التي طالها التخريب بسبب الإرهاب، ناهيك عن استخدام قرابة 800 مرفق تعليمي كملجأ لإيواء النازحين. اليونيسف تسعى لإعادة تأهيل المدارس وتدريب المعلمين ومساعدة الأطفال على اللحاق بأقرانهم في المحافظات الأخرى، ومثلما حذرت اليونيسف في تقارير سابقة من مواجهة أطفال الفلوجة خطر التجنيد القسري من قبل داعش وفصلهم عن ذويهم بدعوى الجهاد، أبدت قلقها حول الخطر القادم على أطفال الموصل الذين من الممكن أن يشكلوا أغلب الضحايا، مطالبة حكومة بغداد إعادة حساباتها في استراتيجية الحرب لحمايتهم. جاسم محسن، العربية.